بعد 3 سنوات من انفجار مرفأ بيروت الكارثي، ما يزال المسؤولون عن التفجير طلقاء، وما تزال القوى السياسية اللبنانية التابعة لما يسمى بمحور المقاومة تعرقل سير التحقيقات، وكأن الانفجار لم يودي بحياة أكثر من 220 مدنياً وجرح آلاف آخرين، فضلاً عن دمار أحياء أصبحت في لحظة خراباً مخيفاً يحتاج لمليارات الدولارات لترميم ما يمكن ترميمه. قبل 3 سنوات أقرت السلطات اللبنانية عقب الانفجار أنه ناتج عن تخزين 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار بشكل عشوائي داخل المرفأ المحاط بكثافة سكانية عالية، لكنها رفضت أي دعوات لإجراء تحقيق دولي في الكارثة. التحقيقات المحلية تعرضت للعرقلة منذ بدايتها مع أول قاض دعا للتحقيق مع رئيس الوزراء اللبناني حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين لتمارس ميليشيا حزب الله ضغوطها عبر أذرعها في الحكومة وليمنع مجلس النواب رفع الحصانة عن الوزراء المتهمين. ضغوطات أدت إلى تعليق مسار التحقيقات وتغيير القضاة المشرفين عليها، ليبدأ المحقق العدلي طارق بيطار استئناف التحقيقات ويعلن عدداً من القرارات، لكن النائب العام التمييزي رفض قرارات البيطار وأطلق سراح جميع من أوقفوا على خلفية التفجير ليهرب بعضهم خارج البلاد. عرقلة التحقيقات وممارسة الضغوط من ميليشيا حزب الله باتت تهمة تلاحقها وتوشي بتورطها بحسب مراكز بحوث دولية. قالت إن الميليشيا كانت تعمل على تهريب المادة المتفجرة من الخارج وتخزينها داخل المرفأ. مادة مخزنة منذ عام 2014، وبعلم مسؤولين أمنيين وحكوميين كبار يعلمون خطورة هذه المادة، لكنهم قبلوا بهذا الخطر دون اكتراث لحياة المدنيين بحسب منظمة Human Rights Watch.